أكد وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المنتدى البرلماني العالمي الثالث حول أهداف التنمية المستدامة في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا الصديقة، أكد أن السلطة التشريعية عززت تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تحديث منظومة التشريعات الوطنية ومساندة البرامج التنموية المتنوعة التي تشهدها مملكة البحرين. جاء ذلك خلال مشاركة وفد مجلس الشورى الذي يضم سعادة الدكتور أحمد سالم العريض عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وسعادة الدكتور محمد علي حسن علي عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس في انطلاق أعمال المنتدى الذي يعقد بتنظيم من مجلس النواب الإندونيسي تحت عنوان مكافحة عدم المساواة من خلال الدمج الاجتماعي والمالي. وأكد سعادة الدكتور أحمد العريض أن مملكة البحرين حققت العديد من النجاحات والإنجازات في مجال التنمية المستدامة بفضل ما تحظى به من اهتمام ودعم مستمرين من لدن القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأشار الدكتور العريض إلى أن التنمية المستدامة أصبحت جزءا لا يتجزأ من كافة الخطط والاستراتيجيات التي تضعها الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وتلقى متابعة واهتماما من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.